فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو. بصي ننتظر البدايه، ننتظر انطلاقه الحوار، ننتظر المتعه، ننتظر الفرجه، وننتظر الريتم يليق بقمه هذه القمه وهذا الامسيه الكرويه الجميله ومدينه طنجه. تنطلق المباراه لتنطلق مع التطلعات والامال والانتظارات من جانب انصار الطرفين، لمن ستختبر اليوم في ظل رغبه الرجاء كذلك للوصول لشباك الدراسيه. محاوله خطيره، البداية وهي بداية من جانب عناصر الرجاء الرياضي. فرصة كان بإمكانها أن تحمل الخبر السار لأنصار الرجاء الرياضي من جانب مال، من جانب لاعب فابريس نجوما. المرة الأولى ودي الثانية البحث عن التسديد والضغط الرجاوي مع بداية المقابلة. قلت لكم تأت لكن من بكر بدلاء اليوم يدخل إلى جانب محسن متولي في خط وسط مدينة الفريق الرجاء الرياضي. تمشي كرة ملعوبة، البحث عن التسديد لفائدة اليغتاي اللي بشوف التيكي طاقة طنجاوية. محاولة جميلة، تسديد جميل جميل هذا البناء. نجوم من جانب اتحاد طنج، يعني خذوا هات بلقطة رائعة. شوفنا شوف هذه تحضر تيكي تاكا الطنجاوي، يقود عبد الغاري معاوي وكذلك مع يوسف كوناطي الحاجي، سددها بين يدي الحارس انس الزيت. يتبكر من يسعد انصار الرجاء الرياضي الذين تناقلوا بهذه الصورة لكم. قلت الغني عن قول تعليق، يعني ما هذا الوفاء وهذا الحضور. اليوم مدينة طنجة تعيش عرس رياضي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فيما إن شاء الله أن يترجم ذلك على رقعة المراوغة. يمشي متولي، يتوغل متولي، هذه عرضية وحول البحث عن الراسية رائع بين مالوك، ورائع التدخل من هشام المجيد، لكن الحكم يعلن عن خطأ لفائدة فريق اليغتاي في اللقطة الأخيرة. يعني سيحتاطون كثيرا من تحركات بين مالوك، سيبحثون من اجل ايقاف مد وهجومات بين مالونكو. لاحظنا العرضيه وراسيه بين مالونكو، هنا الانسلال من طرف محسن متولي، اعطى العرضيه بهذا الشكل على المقص. رد فعل خطا موجود في اللقطه الاخيره، لكن شوف اللقطه الاجمل هي رده فعل هشام المشعل. شوف رده فعل هشام، التنفيذ سيكون من عرضي للحافظ. الحافظ يختار تمرير الكره بهذا الشكل، مقوس ربعت عن الراسيه، ربعت عن مال بدر بانون. المتابعة من هشام المجد في الوقت المناسب، يعني كانت المقسن كوما افتكاك الكرة بطريقة شميلة من فابريس، مشات للحافظ يسدد. فكرة ذكية من عبد الله الحافظ، تمر فوق مرمى الحارس هشام المجد. يعني اختار تسديد الكرة بشكل مقوس لاتجاه مرمى الحارس هشام المجد، تمر بسلامة اللقطة الأخيرة عن مرمى الحارس هشام المجد. إذا الآن قلت بعد الفرص تظهر بين الفينة والأخرى سواء من جانب الرجاء الرياضي واتحاد طنجة، لكن يمكن أن أقول أن ربع الساعة هذه في المواسم الأخيرة تبع هذه الكرة الطويلة أمامية. خطير خطير خطير، جول 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 بين مالونكو. ماذا فعل؟ سدد كرة صاروخية لا تسد ولا ترد، يمنح الافضلية للرجاء الرياضي في حدود الدقيقة 31. ماذا التسديدة، ماذا التسديدة، ماذا القوة. شوف اللمسة كانت من شرمان من محسن متولي، عطى الاسيست، سدد تستقر عليه من الحارس هشام المشهد. عندهم الرجاء بما ان حضر وهجوم لا يكل ولا يمل، هجوم لا يكل ولا يمل عندما يتعلق الامر بمين مالونكو. قلت لكم اتحاد طنجة مطالب ان يحتاط، مطالب ان يحتاط من هذا القناص، من هذا القناص الذي اقتنص هدف في حدود الدقيقة 31. ايها السادة والسيدات، لفائدة فريق الرجاء الرياضي صبحت النتيجة 1-0. الان سنتابع مباراة اخرى، الان سنتابع مباراة اخرى بطريقة جميلة مع ناصر الرجاء الرياضي لمحسن متولي، يتوغل يحضرها عرضية، فرصة راسية خطيرة. جول 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 جول، محمود بن حليب يسجل الثاني، ورسالة شكر للرجاء الرياضي الذي مدد وجدد عقده بصفقة محترمة. قلت لكم ستخدم كثيرا معنويات محمود بن حليب الذي يرد بطريقة جميلة بهدف ويهدف هدف الثاني للانسير، لكن شوف العمل كالعادة من جانب من؟ من جانب محسن متولي، عطاهم الاسيست. شوف 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 ميسر الاسيست في اتجاه من؟ مشات لبين مالونكو، من الحفيد لبين مالونكو لمحسن متولي. قلت لكم والله على اللمسة، شوف اللمسة اللي كانت، اللمسة اللي كانت قبل هذه من محسن متولي والحفيدي عند
عندك الحفيدة وعندك متولي، فمن الطبيعي تشوف بنات الهشومية لفريق الرجاء الرياضي بهذا الشكل. اتحاد الطنطي بدأ في فريق الرجاء الرياضي بربعة ديال الأهداف، يلي حميدة حداد ثلاثة الأهداف وصوفيا رحيمي بثلاثة ديال الأهداف، وغياب حميدة حداد ورحيمي عن مرة اليوم. قلت الرجاء بمن حضر على مستوى خط الهجوم، يعني الرجاء بمن حضر سريعة مشات لي بين مالونكو وتمكن من التمرير لعبد الله الحفيدي، فرصة خطيرة رجاوية خطيرة خطيرة. سددها في الشباك الخارجي، كونتر اتاك كونتر اتاك خطير من الرجاء الرياضي. اسم مرتده كرميم، كانت تكون 3-0 في هذا الشوط الاول، كرميم كانت تكون 3-0 اختبر الجمله في خط دفاع اتحاد طنجه. ماذا يحدث للدفاع وماذا يحدث لكل خطوط فريق اتحاد طنجه؟ شوفنا اللي محمود بن حليب اختار زاويه ضيقه، لكن قاد الاسم شوف بطريقه شميلة عبد الله الحفيظي، تدخل المره الاولى ثم الثانيه، عطى هنا عطى الاسيست عطى اللمسه لمحمود بن حليب، سددها في الشباك الخارجية تمر بسلامة المرة على مرمى الطريق الناشوين الآن. حاتم الوهابي سدد الوهابي، محاولة طنجاوية حضر العمروي، عمروي في اتجاه من راسية عبد الغني معاوي، صراع الحكم ماذا يقول؟ يقول مواصل لاعب يعطي الامتياز، فرصة فرصة فرصة. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ركلة جزاء المرة ليغتاي، ركلة جزاء المرة اللي يختشوا من التدخل عطى الامتياز. حسن فعل الحكم في اللقطة الأولى عطى الامتياز، هذه اللقطة اللي من خلال طريقة مع من جديد التطلعات والأماني والانتظارات من جانب أنصار الفريقين. اليغتي يريد أن يستغل الهدف الذي سجله في اللحظات الأخيرة من نقطة الجزاء اللي محاولة التمرير البحث عن الحلول الفردية من جانب مال من جانب أسامة الزكحال، اعطيها فرصة تمرير خطيرة 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 خطيرة. جول 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 جول، هو عريس الرشايف وعريس الليلة محمود بن حليب، هو عريس الرجاء وعريس الليلة محمود بن حليب، يسجل الثنائية بعد لمسة جميلة من جانب محمود بن حليب. نشوف العمل في اللقطة الأخيرة، يتمكن من تسجيل هدف الثالث صفحة 3-1. قلت لكم ربما السيناريو المنتظر اللي يبحث الرجاء يمغت ليغدي، ليغدي فكر هجومي، لكن شوف اللي عطاها، لعبها محمود بن حليب هو اللي لعبها، عطاها لمن؟ لمستر مستر مستر اسيست عبد الإله الحفيظي. وشوف راوغ بهذا الشكل، راوغ بهذا الشكل، راوغ بهذا الشكل، ويا سيدي كذلك النتيجة 1-1. شكرا لك. إذا تمشي كرة للجالية من الملعب لإفادة فريق الاتحاد طنجة، البعث عن الفرصة، محاولة عرضية، فرصة خطيرة خطيرة خطيرة. ينتقل مكعاصي، هذه كرة أمامية ملعوبة العرضية، البعث عن التسديد بين مالونكو، سدد هدف أول، هذه تسديد عرضية. جول 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 جول، من أين أتيت وكيف أتيت وكيف سجلت يا بن مالونكو؟ قناص القناصي المرعب الحراس، سدد من بعيد وأسكن في شباك شمال مشهد. أصبحت 4-1، أصبحت 4-1 يا بن مالونكو، هدفين محمود بن حليب هدفين، لكن اللمسة من شوف هذه روح الرجاء، وهذه لمسة الرجاء. نتحدث بما أتابع في الملعب، أنا أتحدث بما أتابع في الملعب، حضرت اليوم التيكي تاكا وحضرت اللمسة، لمسة متولي والحفيدي ولمسة خط الهجوم بتواجد محمود بن حليب وبن مالونكو. بن مالونكو يرفع حصيلته التهديفية مع الرجاء الرياضي في البطولة، 5 ديال الأهداف استقرت على يمين الحارس هشام المجد، وأصبحت النتيجة 4-1 لإفادة فريق الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي فعل سيفعلها، 74 دقيقة هذه فيها ريحة الأهداف،
هذه من مكان مناسب لتهديد مرمى الحارس أنس سيتي. هل تستغل من اليغتاز سدد؟ جانبية 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 غير مؤثرة من سفيان أنس المدن، واحد من انتدابات فريق اتحاد طنجة في هذا القوت في هذا الموسم. سفيان المدن والشي يعني في هذه الفترة فترة قناة الشتوية. سفيان المدن، محمد الشيبي، توفيق جروت، المهاجم البرتغالي كارلوس فورتيس، وكذلك عبد الغالي معاوية.